يعني حاتم المور لايف ديال قناة شوف تيفي رجع للدار ياك، ها الحمد لله. الله عطيني يكون الرقم باش نديرو في التعاليق. 06 6 18 اها 93 53 73 صفر ستة 18 93 53 73. مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وحنا الآن رفقة أم حاتم اللي الحمد لله على سلامته بعدا، اللي رجع على خير وبخير. يعني حاتم تم العثور عليه في نفس النهار اللي كان اختفى فيه، كان خرج من المدرسة مع الوحدة ديال النهار، ما رجع حتى الوحدة الليل. حاتم بالعشق ديالو لكرة القدم والحب ديالو لكرة القدم، وباغي يتقيد في نادي، يعني بقى كيقول والديه يلاه ومعايا قيدوني قيدوني، ولكن ضعف الإمكانيات ديال هاد العائلة هادي ما قدروش انهم يقيدوه في نادي. قرر واحد النهار انه يخرج من الدار يمشي يقلب راسو، واخا هادشي ما خاصوش يديرو اخر مرة يدير بحال هكا. حاتم دابا حنا بغينا نوجهو نداء لفريق الوداد الرياضي باش انه يدخلوا حاتم، حيت الام ديالو كتقول الحلم ديالي ان ولدي يلعب في الوداد، وما كرهاتش انه يدخل لهذا الفريق هذا ويلعب، حيت تبارك الله عنده موهبه، والدرب تقريبا كامل الوليدات كيشهدوا ليه بهذا الشيء. يعني خاصنا نشجعوا هذا الوليد ونعاونوه باش ان شاء الله يكون شي حاجه زوينه في المستقبل، علاش لا. السلام عليكم اختي. السلام شنو وقع مع حاتم من النهار الاول من اختفى حتى لدابا؟ اختي مشى قرا مع 11 مدرسه، خارج مع الوحده، ما توصلتش بيه، ما جاش للدار، صافي بقينا كنقلبوا كل شيء حتى النداء ديالكم. كنشكركم بزاف ديال شوف تي في والناس تعالج معاه وكل شيء وشافوه الامن، تما كنشكرهم عاد هما اللي جابوه، بقاو ليا حتى الوحده. فين لقيتو تقريبا؟ فين لقيتو حاتم ذاك النهار؟ جابوه الامن ديال المعارف هما اللي جابوه لينا حتى لهنايا للدار، كنشكرهم بزاف حتى هما ساندونا. صافي قلبنا الجيران كل شيء كبير صغير العائله، كل شيء ملي شاف داك النداء ديالكم كل شيء كيقلب بعيد وقريب. صافي تا جابوه لينا، ملي جا سولناه قلنا ليه مالك اشنو، قال لينا والو هذاك النهار حتى البارح، ويقول لي راه كنت كنقلب شي، بغيت نقلب على تيران باش نولي نلعب في الكره شي نادي باش يلعب، حيت بعيا فينا كيقولها لينا وحنا ما عندناش الامكانيات ديالنا، وانا كنتمنى انه يكون يلعب في الوداد. يعني كنشوف من نبرة صوتك في الكلب يعني دابا كتشوفي انه وي كنتألم عليه، كنشوف مسكين باغي الكره بزاف وكيلعب، الدرب كله كيشهد بانه كيلعب مزيان. كيلعب مزيان كيلعب مزيان الاستاذه ديالو لاحظتها فيه، قالت لي كان شي اسئله على الكره ولا اول واحد قالت لي كيجاوب والجواب ديالو صحيح هو من دون قالت لي القسم. يعني انت كأم كتشوف الابن ديالها عنده واحد عنده واحد الحاجه بحال بغيتي تشجعيه، ما كرهتش ليه ما كايناش هادشي اللي كنطلب فهادشي باش بغيت المساعده. الله يجازيكم بخير. الحلم ديالك شنو بغيتي تشوفي حاتم؟ ما كرهتش نشوفه لاعب، وداكشي اللي يتمناه يحقو، هادشي اللي تمنيت لي خصوصا مع المنتخب المغربي هادشي اللي وقع مؤخرا كاع الوليدات. كل الوليدات الامهات كلشي ولا ما كرهتش ليه شي حاجه مزيانه بحال هكاك، يكون ان شاء الله لاعب. فاش شفتي المنتخب تبارك الله بكيت بالفرحه، بكيت بالفرحه، ما تمنيت ثاني يكون ولدي من هذوك الدراري دوك اللعابه. نداءك اللي تبغي توجهيه للفريق ولا اداره الفريق الوداد الرياضي شنو تبغي تقولي لهم باش انهم يساعدوا حاتم؟ كنتمناو معايا يشوفوا فيه ولا كانت شي مساعده انهم يوقفوا لي معايا لشي نادي ولا شي حاجه، ما كرهتش، ما بغيت حتى شي مساعده من شي حاجه اخرى من غير هذه. يعني انت ما باغاش شي مساعده؟ لا ما باغاش حتى شي، لا ما باغا لا ماديه الا الموضوع صافي اللي بغيتي. يعني يتمني شو ان شاء الله، ما كرهتش ليه. كل شيء كيقول لي راه اللي شافو كيلعب مع الدراري بحال هكا في الدرب، كل شيء كيقول لي هذا بلا ما تضيعي، هذا راه حتى خوتو كيلعبوا ولكن ماشي بحالو، كيقولوا لي هذا راه ماشي بحال الدراري خوتو، هذا شو يحاولي تديري معاه تديري التاندي. مؤخرا فاش خرج امتى بعد اين نهار بالضبط؟ البارح ولا نهار والبارح نهار الخميس فاش خرج نهار كامل، وشنو قال لي؟ قال لك نهار كامل وانا كنقلب غير وعادي كيقلب جيعان، ما سول حتى حاجه، كيقلب على النادي صافي. تجا تلقاوها الشرطه وجابوه، ملي جا قال لك عاد شي علاش مشيت، يعني هذا هو السبب. هذا هو السبب، ما عندوش شي سبب اخر.
حيت هو ما كيديش ما كيمشيش لشي بلاصه. ما كانت اول مره ياك؟ اه اول مره. عمرو ما الا عمرو ما علاش انايا تخلعت عليه وهذا الشيء ما عمرو ما كانت لي. وفاش هضرتي معاه فاش هضرتي معاه قال لك بان نتوما كان ديما كيقول لك اه كيقول علينا ديما دائما كيقول كنقولوا ليه واخا واخا واخا. انا كنت مشيت عند الاستاذه ديالو قلتها لها وقالت لي راه خصك تكون عندك الامكانيات و بلا ما تبقاي زعما تاملي صافي. وانا ما صافي وانا ما بقيتش كندير واخا كيقول لي كنقول لي صافي وليدي واخا واخا دابا نشوف لك شي حد. كان واحد الولد كيسكن حدانا قال لي دابا نديه لك للرباط في العطله شويه قال لي بلاتي تولي المدرسه صافي وما تلاش جا عندي الداليه. يعني كاين ديك الامل اللي كان ما بقاش. دابا النداء كأم وجميع الامهات يبغيو الخير لوليداتهم هذه شي حاجه بالفطره وشي حاجه طبيعيه. شنو تبغي تقولي للناس اللي قادرين انهم يعاونوا حاتم ويلعب كره وعلاش لا ما يكونش حتى هو لاعب؟ ها ما كراتش ليه يحسوا به زعما ويديروا بحال واحد من ولادهم ويساندوه ويعاونوا غير على حساب هاد الكره. عطيو لحاتم يهضر. حاتم شكون اللي كيعجبك في المنتخب؟ انا بعد انا كيعجبني حكيمي وزياج بوف. حكيمي وزياج بوف كيعجبوك ثلاثة بيهم؟ اه كيعجبوني ثلاثة. كيفاش ذاك المنتخب؟ فرحتي فاش شفتي المنتخب؟ اه فرحت. بغيتي انت تولي لعاب ديال الكرة؟ اه. علاش؟ هو اه ما كرهتش انا نولي لعاب نولي نلعب في فريق. قلت في فريق نادي ديال الوداد. ديال الوداد؟ انت ودادي. شنو تبغي تقول للناس اللي قادرين يعاونوك وانت تولي لعاب؟ علاش لو انت تشوفوك هكا في التلفازه وفي الماتشات؟ نقول لك الله يسهل عليهم الا قدروا يعاونوني انا نولي نلعب انا مع الوداد. بغيتي غير الوداد؟ تبارك الله الله يحفظك. كنتمنى عطي لماماك الميكرو تقول لنا الرقم ديال التليفون ديالكم. 0 18 93 53 73. يعني مشاهدي شوف تي في الله يجازيكم بخير ما بارطاجيو هذا اللايف. يعني كتشوفوا دابا دموع ام اللي كتبغي الابن ديالها كتبغي انها تشوفه واصل لاعلى المناصب. الضعف ديال الامكانيات ما قدرتش انها خصوصا ان الناس كيقولوا هذاك الشيء مكلف هي ما استطعتهاش. يعني كنتمنى انكم تعاونوا هذا الوليد هذا وديروه ولدكم. يعني حاتم في العمر ديالو 10 سنين دابا تبارك الله عنده موهبه كره القدم مازال صغير مازال يعطيو مازال بزاف ديال الامور. يعني الله يجازيكم بخير بارطاجيو هذا اللايف يوصل للناس المسؤول لين هكا في فريق الوداد كيف ما وجهت لهم ام حاتم هذا النداء هذا وقدروا انهم يعاونوا هذا الوليد هذا. وعلاش لا ما نشوفوش لاعب محترف وان شاء الله حتى هو يولي بحال بوفال وحكيمي وزياش ياك. الرقم ديالهم 06 18 93 53 73. هذا هو الرقم ديالهم. غنشكركم مشاهدي قناه شوف تيفي على حسن المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. بسلام عليكم.